متابعي قناة معاني الأسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد ومع اسم جديد. سنتعرف على معنى اسم كوثر وصفات حاملة هذا الاسم. اسم كوثر من الأسماء القديمة والذي عاد لينتشر بقوة وبكثرة في عالم الأسماء، وهو اسم يدل على الرقة والنعومة، كما أنه اسم مميز وأصبح الآباء يقبلون عليهم ويستخدمونه كاسم لابنتهم لما وجدوا فيه من معاني طيبة. واليوم من خلال هذا الفيديو سوف نتعرف على اسم كوثر وصفات من تحمله وحكم التسمية به في الإسلام. اسم كوثر هو من الأسماء العربية القديمة والتي كانت تحمله الجدات، فقد كان فخرا للكثير من البنات في الماضي أن يكون اسمها كوثر. ومن هنا نتبين أن اسم كوثر هو اسم علم مؤنث عربي الأصل على وزن فوعل، ويحتوي على الكثير من المعاني الرائعة، فهو يرمز إلى الخير والوفرة والنعيم والرزق الواسع، وهو اسم نهر في الجنة يسمى الكوثر، ماؤه أطعم وأحلى من العسل، وبياضه أشد من بياض اللبن. رزقنا الله وإياكم الشرب من نهر الكوثر، كما أنه يعني الغبار الكثير. ويرمز أيضا اسم كوثر إلى النبوة والإسلام والأفضل والأحسن. فما هو رأي الدين في اسم كوثر؟ اسم كوثر من أسماء البنات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ويجد صورة كاملة باسم الكوثر، فقد قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول بعض الفقهاء الدين أن الكوثر هي فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه اسم نهر من أنهار الجنة، لذلك فهو من الأسماء المحبوبة في الإسلام، ويستحب أن تتسمى به البنت المسلمة بدون حرج أو خوف من الحرمانية. فما هي صفات وشخصية من تحمل اسم كوثر؟ تتميز كوثر بشخصية طيبة مخلصة وفية تحب الناس وتحب عمل الخير، كما أنها هادئة ولها الكثير من الصفات الطيبة الأخرى والتي تميزها عن باقي بنات جيلها. أولا، هي فتاة تتمتع بطيبة القلب ورقة المشاعر وهدوء الطباع. ثانيا، كوثر تحب أن تكون مميزة في كل عمل تقوم به، فهي تحسن عملها وتتقنه. ثالثا، كما أن كوثر فتاة طموحة تسعى دائما وراء أحلامها وأهدافها حتى تحققها. رابعا، فتاة مثقفة تعشق القراءة والاطلاع. خامسا، تعامل الناس دائما بطيبة وحسن نية. سادسا، هي شخصية خفيفة الظل مرحة ذات وجه بشوش وابتسامة ساحرة. وهكذا، وبعد أن انتهينا من عرض كل المعلومات المهمة عن اسم كوثر، نرجو أن نكون قد قمنا بتوضيح كل ما يدور في مخيلتكم عن اسم كوثر. عزيزي المشاهد، أي اسم سمعته أو قرأته وترغب في الاستفسار عنه، كل ما عليك فعله هو كتابته في تعليق أسفل هذا الفيديو، ونحن سنجيب عليك فورا بفيديو جديد. دمتم بكل الحب والخير والسعادة. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.